في الحقيقة لما بنتكلم على مدينة عالمية بنقدر نقول إن المدينة دي عالمية بتجذب نوع كبير من السياح ومختلف من السياح، بنقدر نقول إنه في معايير معينة لهذه المدينة. المعايير دي لازم تبقى المدينة متكاملة تقدر تضم كل حاجة، المباني فيها تكون خليني أقول مباني حضارية تليق بإنه يعني مباني مدينة فعلا عالمية، يعني زي ما احنا بنشوف بعض المدن عاملة ازاي. تقدر تقول ان فيها كل حاجة موجودة من سينمات او ملاعب او غيره او غيره. فالحقيقة كل ده بيتوفر في مدينة العلمين، والأبراج السياحية في مدينة العلمين والمناطق الشاطئية فيها خطيرة. كورنيش فيها كمان بيتميز بأنه تحفة معمارية بالفعل، يعني اللي زار الكورنيش يقدر يشوف قد إيه هو بيجذب عدد كبير جدا من المواطنين عشان يستمتعوا بالكورنيش السياحي الفريد اللي ممتد ل 14 كيلو متر. الحقيقة أن كل ده يقدر نقول أنه بيتوج مهرجان العلمين اللي بيعد نمط جديد للترويج السياحي لمصر وتنسيق السياحة الشاطئية. خلونا نتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل، وخلونا نفنط كده ونشوف إيه المميز في مدينة العلمين. معانا عبر الهاتف دلوقتي دكتور عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة. مساء الخير عليك يا أستاذ عمرو، منورنا. مساء الخير أستاذ بسنت، وأشكر حضرتك على الاستضافة. نشكرك يا فندم، وعايزين نعرف بقى منك كده، احنا بنتكلم على مدينة العلمين الجديدة بتهدف ان هي تجذب 3 مليون سائح في الموسم ده، احكي لي كده عن الاشغال عامل ازاي في الفنادق والقرى السياحية في الساحل الشمالي، عامل ازاي في العلمين؟ هو زي ما حضرتك يعني كنت بتسألي من شوية، فعلا نسبة الاشغال في فنادق الساحل الشمالي بشكل عام مرتفع جدا، وده أدى إلى زيادة أسعار الغرف الفندقية في الفترة دي، نتيجة طبعا زيادة الطلب عدم المعروض من الغرف. الجديد السنة دي إنه في الساحل الشمالي، طول الساحل الشمالي مش بس العالمين الجديدة، عدد من الجنسيات الأوروبية موجود، مش بس أشقائنا العرب لكن كمان جنسيات أوروبية من إيطاليا، من صربيا، من بيلاروسيا، من جمهورية التشيك، وحتى من كازاخستان في وسط آسيا موجودين في الساحل الشمالي السنة دي، وده معناه أن هناك زياد في الطلب على الساحل الشمالي. العالم بدأ ينتبه إلى سواحل مصر الشمالية على البحر المتوسط، ولما جه بعض من السائحين بيقولوا لغيرهم قد إيه المنطقة دي جميلة، وبالتالي كل سنة بيحصل زيادة. الحمد لله السنة دي عندنا مؤشرات كبيرة، عندنا على سبيل المثال أول خط طيران مباشر بين الرياض ومطار العلمين الجديد، رحلتين في الأسبوع، وتم بلغني رئيس الشركة السعودية الأسبوع اللي فات أن تم إضافة رحلة ثالثة، نظير أو يعني نتيجة لزيادة الطلب الكبير جدا في المملكة العربية السعودية على منطقة الساحل الشمالي. طائرات جديدة من دولة بيلاروسيا، من إيطاليا مستمرين. فالحقيقة الحمد لله نسبة الإشغال عالية جدا ومرضية جدا لهذا الموسم. متوقع ان نسبه الاشغال، احنا لسه بنتكلم ان احنا في بدايه الموسم، يعني لما نخلص الموسم كده متوقع ان نسبه الاشغال توصل لكام يا فندم؟ كام في المية؟ يعني مش ممكن يكون اقل من 90% ان شاء الله في فنادق الساحل الشمالي. هو طبعا المتاح حاليا من الفنادق ما هوش عدد كبير، الغرف الفندقيه غير كافيه لمواجهة الطلب الكبير وكمان من المصريين، ولكن يعني الدولة بتقوم طبعا دور كبير في إضافة العديد من الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين لإضافة غرف فندقية جديدة. فالموسم ده إن شاء الله نوصل لل 90% وربما نعدي كده كمان، وبإذن الله المستقبل، مستقبل السياحة المصرية إلى حد كبير
هيكون في الساحل الشمالي باذن الله. طيب ازاي بنشتغل على الترويج للسياحه او الرياضه الشاطئيه والسياحه الشاطئيه يا فندم؟ السياحه الشاطئيه بوجه خاص، يعني احنا عندنا احلى بحر، يعني شط البحر المتوسط عندنا احنا احلى بحر، احلى رمله، فازاي بيتم الترويج لده؟ احنا طبعا عندنا الترويج والتنشيط للسياحه على محورين اساسيين. المحور الاول هو المحور الجماهيري، ان احنا نخلق الطلب عند السائح العالمي، نعرفه انه عندنا مقاصد سياحيه مختلفه، البحر الاحمر، الاقصر واسوان، القاهره الى اخره. بدأنا من سنتين بالفعل ان احنا نسلط الضوء على الساحل الشمالي عن طريق حملات اعلانيه مباشره فقط على الساحل الشمالي، عن طريق استضافه صحفيين ومؤثرين وبلوجرز يزوروا المناطق برضه في الساحل الشمالي ويتعرفوا وينقلوا تجاربهم الشخصيه من هذه المنطقه الجميله. والحاجه الثالثه في المحور الجماهيري هو القاء الضوء والتسليط على كل الفعاليات اللي بتحصل في الساحل الشمالي، وطبعا على راسها مهرجان العالمين في سنته الثانيه ان شاء الله، يكون له دايما التوفيق ان شاء الله. ده على الجانب الجماهيري، ولكن كمان لانه 90% من السياحه الوافده الى مصر هي تاتي عن طريق شركات سياحه عالميه، سياحه منظمه، فاحنا على الجانب المهني عندنا بنقوم برضو بقالنا سنتين للترويج الى منطقه الساحل الشمالي مع شركات السياحه وشركات الطيران، بحيث نعرفهم بالطلب المتزايد على هذه المنطقه ومستقبلها والفرص الاستثماريه اللي فيها. وده فعلا نتج على ان احنا بنشوف شركات طيران بتنزل لاول مره من دول مختلفه اللي انا حكيت لحضرتك عليها السنه دي في مطار عالميه جديده، وبالتالي الجنسيات تبدا في التوافد. فاحنا بقالنا سنتين بنشتغل فعلا على الترويج سواء جماهيريا او على المستوى المهني. يعني زي ما احنا متابعين مع حضراتكم دلوقتي على الشاشة حفل الافتتاح، حضور جماهيري كبير جدا جدا لحضور حفل افتتاح المهرجان، وأكيد المهرجان بيساهم بشكل كبير جدا لتنشيط السياحة ودعم السياحة في منطقة العلمين. دكتور عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة، كل الشكر ليك، بنشكرك يا فندم.